ما هو توجيه فضيلتكم في أيام العيد؟ العيد يوم فرح شئت أم أبيت، مهما كان في مصاب كبير بالأمة، نعم، بلد محتل يجب أن تفرح، فبذلك فليفرحوا. وأفرح الصبيان إذا كان في مأساة عامة بالأمة، بلد محتل مثلا، تلغي العيد؟ ما بيلتغى العيد، هذا العيد موسم فرح، فبذلك فليفرحوا. لا بالأمر فرح. بالمناسبة للصغار، هذا ينتظر العيد من عام إلى عام، ينتظر هذه العيدية، ينتظر هذه الهدية، هذا الثوب الجديد في باب الجنة، باب الريان لمن يفرح الصغار. هذا باب الجنة خاص بالصغار، لما يفرح الصغار، ثوب جديد للطفل بيغير حياته كله. أيام بيكون الأب ما له قنعان، بس العبرة تمشي مع قناعة ابنك. في دليل دقيق: من كان له صبي فليتصابى له، ينزل لعقله. سبحان الله. أيام لعبة للبنت ما بتنام من فرحها، لعبة صغيرة، والنبي سمح باللعبة، مع أنه هي مجسم لإنسان أو لامرأة، نعم. سمح باللعبة استثناء، نعم. الله يفتح، منهج تفصيلي. الله يفتح عليكم يا دكتور لهذا التوجيه. إذا مهما كان في مصاب في الأمة، هذا لا يعني الإنسان لا يفرح ولا يدخل الفرح إلى أهل الفرح بيت. واجب، نعم. والله قال فبذلك فليفرحوا، نعم. هذا يوم فرح، لو في مأساة عامة، لو في بلد محتل، يجب أن تفرح. ولا يعني هذا الفرح أنه تخلى عن همه في الأمة أو دعاء للأمة، وإنما يفصل بين الأمور في مناسبة العيد. جميل. ماذا عن الأضحية يا دكتور؟ كثير من الناس يسعى لها في هذه الأيام، تحث الناس على الأضاحي والتمسك فيها لمن يستطيع ماليا يعني أداءها. المشكلة أنه اللحم شيء سمين جدا، جدا سمين. الأضحية عم توزع المادة الأساسية، لا مثلا موظف مو معقول يشتري دابة أضحية، نعم، بنصف معاشه. أما حينما تضحي أنت وتوزع على أقاربك، يعني أجمل شيء بالأضحية توزع على الأقارب، وقد يكونوا الأغنياء، وعلى الجيران وعلى الفقراء. يعني هي ليست فقط للفقراء، لا لا أبدا، هدفنا الإطعام لمن حولك، من الجيران، من الأقارب، وتأكل أنت وأهل بيتك أبداً منها أبداً، وكذلك للفقراء نصيب أبدا. ولو أكلتها كلها ما في مشكلة أبدا، نعم. أطعمت الأولاد اللحم، اللحم مادة أساسية، نعم. إذا الفكرة فيها تعظيم الله، تعظيم الله بإهراق الدم توحيدا لله، وإطعام اللحم، نعم. اللحم مادة أساسية، اللحم سيد الطعام. الله يفتح عليكم يا دكتور. إذا الإنسان استطاع أن يحيي هذه المفاهيم، فهو يكسب الدنيا بسعادة ويكسب الآخرة بنية توصله إلى الله ولو كان في بيته. يعني بس أنا أجره كأجر الحاج. ملاحظة بسيطة، هو الأضحية يجب أن تكون في بلدك، نعم. إذا إنسان مقيم ببلد وبلده الأصلي في جوع يفوق حد الخيال، أنا أفتي بالحالة هي أن تكون أضحية في البلد المصاب، بلد في نزوح، مجاعة، في خيام، في مجاعة. أنا أفتي بأعماقي وأنا واثق من صحة الفتوى، الأضحية توزع هناك للمسلمين هناك. الله يفتح عليكم يا دكتور.